بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقد أخذ ميثاقكم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين السماوات والأرض
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعينهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم للذين آمنوا
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ah!
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد زينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد زينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد زينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك
هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا you
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا ما فات
والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Oh,
والله غفور رحيم. Thank you.
خلق الله